حبيباتي السلام عليكم اهلا وسهلا بكم. نهاركم بخير الوصفات الجديده ان شاء الله. نهاركم بخير المادلين امي يلقوتي حوشني مزيانه على بركه الله. بسم الله ها قناعنا بهذ البقايا ذاك المقادير غادا اثنين تمجارين مغيت زهره جوج البيضات غايده من الميلاده من الكوتون غايده نص كاس سكر نص ذاني لي الكاس سوشفاي على درجه حراره المطبخ نص كاس الزيت اثنين كيسان وارن إيجن ألزا فئات 11 غرام إيجن فاني. يلا بسم الله غنخلطي مجارينا نمشيو نخدمو هاد البيض هاكا مخيط زارم خاوخي مجاريني هاي أنا صافي درت هادوك البيض ندير عليه نص سكر نص كاس نص سكر خدمه مليح ومخيط وارين تخلي كتشوفوها خدمو مزيان زيد عليه الزيت غسلو بالزيت نص كاس كما كتشوفو زيد عليه الحليب غسلو غشفاي مخيط زهرانت نزيد عليه الطحين كاس ميت وارن خسانوخ ألزا بقا مخيط وارنت ألزا دايما تنكاروت أسخا ميحمد تاري الغبار من يمان عادي غتحرك ما خصك تنسى غنجات تنت مزي ما خصك ها قاسويت ما كمل خلي مادلينينو انتما كتشوفو ساليت لي مادلين بغيتي دور السكر من الفوق انا بغيت ندير هادو رقائق اللوز حسن حبيباتي رجعت ليكم قيا سويت ما دورت غا كنطقت لي مادلينينو صافي زكنتي السفر زكي الفران كما كتشوفوهم هاكا صافي. نتمنى غتنال الاعجاب ديالكم.